السلام عليكم، راه انتيردي باش تصيفط شي واحد جهاز تناسلي ديالك، راه القانون كيعاقب على هذا الشيء. راه حنا في 2024 صافي. المشكل ديالي صيفط لي واحد اخويا كنت كنهضر معاه انايا عادي شويه، قال لي عطيني النمره ديالك، قال لي عطيني النمره ديالك. اش النمره ديالي؟ كان صديقنا كيجي يحسن عندنا نحسنوا ليه، فاش كنت خدام في واحد الصالون في حي حسني كيجي عندنا الصالون نحسنوا ليه، كندير واحد الكاريطه ولا كناخذو من عندو الكارو، كعرف بحال مدة طايب بحال واحد فهمتي، كنا كناخذو من عندو الكارو ناخذو قرعه نريحو حداه نشربو حداه فهمتيني. ودابا تبان لي تبدل مني شاد الباركينغ، اول مره ما هضرش معايا بحال هكا، ديجا كانت عندو النمره ديالي ما عمرو هضر معايا بحال هكا، ولكن ملي صيفط لي المسائل ديالو حشومه ويقول لي انت منغوليا، قولي ندير لك ونفعل لك، يقد عليا انا نطيح انا ويا مالو ما نبانش في عكاشه. هذا سيدي بيدوفيل، هذا راه كبر مني بزاف، انا الله باقي صغير انا عم تورخ فهمتي، وهذا الشيء راه خصو يكون انتيردي. راه انتيردي تصيفط لشي واحد الجهاز التناسلي ديالك وما قالهاش لك، راه كاين اللي قطعوا لك. نوري ما حتى هادشي ما كيبغوش يبينوا في اليوتيوب، راه ما بغيتش نلوحو حتى في الفيسبوك، حشومه هادشي انتيردي. راه انتيردي باش تصيفط جهاز التناسلي ديالك، انا راه ما غنسمحش لك، انا ما غنسمحش لك تصيفط لي جهاز التناسلي ديالك، حيت راجل، حيت الراجل مني كنت صغير وانا راجل وغنبقى ديما راجل وغنموت راجل، وغنبقى ديما عايش، علاش غنموت موت حتى